نظمت لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للمرأة وبالتعاون مع إدارة شؤون الشباب بوزارة شؤون الشباب والرياضة لقاء جماهيريا بعنوان هي الوطن للشيخ وسيم يوسف خطيب وإمام مسجد الشيخ زايد الكبير بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مركز عيسى الثقافي وسط حضور مميز من الجمهور. المحاضرة بإذن الله تتبلور حول دور المرأة سواء في الوطني في الإسلامي في الحياة. فآدم عليه السلام لما خلقه جل وعز في الجنة خلق له من ضلعه حواء ليأنس بنعيمها الجنة، فنحن كرجال لا نستطيع أن نحيا منفردين، ولا أحد يستطيع أن يحيا منفردا، ولا أحد يقوم بذاته. لهذا محاضرة اليوم تتبلور حول المرأة، وسعيد جدا بهذه الزيارة، وأسأل الله عز وجل شأنه أن يجعل الإخاء والتواصل والسعادة والأمن والأمان يعم المنطقة والعالم بأسره، إنه مولى ذلك والقادر عليه. هذا لأنها تحبك عائشة، حنا واحدة تحصلها متزوجة مثلا مسكين، واحد مسوي المصايب 100 ملف قضية عليه وجنائية ولص وكذا، تقول أحبه يا بابا. كيف عائشة متزوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وش تحس؟ فتقول فاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. تصور أن تشوف اتباع. هي مبادرات إنسانية تدعم المرأة ودورها في المجتمع وتنمي الحس، خلنا نقول البحرين يعني الحمد لله عندها هذه القبول للمرأة وهاي، ولكن دائما إدماج المرأة والسعي إن أنت تنشر هاي الثقافة هاي شيء رئيسي في مناطق مثل منطقتنا إحنا وبلد مثل البحرين، بلد واعي بشباب وبناس. والله زيارتنا اليوم إن شاء الله يعني أحس أنها بتكون مثمرة. الشيخ كلامه واعي ومميز، والمكان هنا يعني دائما يستضيفون شخصيات لها دور فاعل في المجتمع.